لو الحكاية فيها إن فيتو أستاذ أحمد شيحة رئيس شعبة المسوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أهلا وسهلا معانا في حوار فيتو دوت كوم. أهلا وسهلا. بداية عايزين نعرف من حضرتك، هل ما زالت نفس المشكلات التي يعاني منها المستوردين هي نفسها التي فيها العام السابق أم اختلف الوضع ما بين العامين؟ أنا عايز أبص الموضوع الاقتصاد بصفة عامة ومنظور مختلف شوية، ونربطه بما حدث في الفترة السابقة من ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو والتذمر اللي موجود والمظاهرات الفئوية أو المطالبات الفئوية اللي بتحصل دي. وعايز أقول إن من الأسباب الرئيسية لثورة 25 يناير و 30 يونيو هو الحالة الاقتصادية المتردية اللي بيمر بيها غالبية الشعب المصري. الشعب المصري لما خرج في 25 يناير كان بيتكلم عن عيش حرية عدالة اجتماعية. لو جينا قلنا الحريات ودي ليها منظور سياسي اكتر منه اجتماعي، فهنقول عن العيش والعدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية اللي هي المتطلبات الخاصة بين اصحاب محدود الدخل ومعدوم الدخل. العيش اللي هو لقمة العيش اللي كلنا كشعب بنتطلب انها تبقى متوفره بشكل كريم وبشكل متوفر يعني. فانا عايز اقول ان العوامل الاقتصاديه في كل العالم هي اسباب خروج الناس وعمل الثورات اللي تمت. ولو شفنا اغلب الثورات، مثلا نقول ليبيا حصل فيها ثوره بعيد عن البعد السياسي اللي هو كان فيه مؤامرات خارجيه، ولكن المطالب العادله هي مطالب اقتصاديه. فموضوع بقى الاستيراد هو جزء من كل ان عندنا الاقتصاد بيتمثل في زراعه، في سياحه، في صناعه، في تجاره، بمشمول سوق المال بكل تفاصيله سواء بورصه او الكلام ده كله. موضوع البورصه ده ليه منظور تاني مختلف انا بشوفه، غير اللي احنا بنقول ان هو بيبقى مقياس للحاله الاقتصاديه للبلد، ودي عمليه وهميه وغير حقيقيه. البورصه دي اللي احنا بنشوفها في مصر ما فيش سهم يطلع 10 12% او ينزل 10 15% في يوم واحد، ده دليل ان هي عمليه مضاربات وليس حكم حقيقي على قوه السهم اللي موجود في البورصه. ودي برضه بتديرها مجموعه معينه من المتحكمين في البورصه من كبار رؤوس الاموال سواء المال الاجنبي او المصري. مشكله الاستيراد هي جزء من المشاكل اللي احنا بنعاني منها، لان الاستيراد بيشمل امور كتيره جدا. بيشمل استيراد خامات ومكونات صناعيه للمصانع، يعني ما فيش صناعه من غير استيراد. بيشمل مبيدات وبذور للزراعه. بيشمل كل مشتملات القطاع السياحي من معدات وعدد والكلام ده كله، واكل وشرب ولحوم وفراخ والكلام ده كله. فالاستيراد في حد ذاته هو جزء هام جدا في الحياه اليوميه لكل القطاعات اللي احنا بنتكلم عنها دي. يعني ما اقدرش اقول لك او كما يدعي الاخرين ان احنا كمصنعين نقدر نستغنى عن الاستيراد، ده كلام تهريج وكلام غير حقيقي بالمره. على الاقل 90% من المواد الخام اللي بتدخل في الصناعه بنستوردها من بره. كل الماكينات بنستوردها من بره. النو هاو بنستورده من بره. مفهوم صناعه يعني بتبقى انت كل مكونات الصناعه موجودة عندك في البلد، وده مش موجود في مصر. وفي كل القطاعات الصناعية اللي موجودة هنا مفيش حد يدعي ويقولك ان انا عندي صناعة متكاملة. حتى المكونات اللي هم بيقولوا ده في نسبة جزء مصري لازم يدخل او مكون مصري لازم يدخل، دي كلها بتستورد من بره. يعني يقولك انا بصنع الكرتونة، انت بتجيب الورق من بره، ما انا بصنع مش عارف الكيبل بتاع التلاجة ولا الغسالة، ما انت بتجيب السلك بتاعها من بره، مجرد عملية تجميعية. طبعا احنا كمستوردين دايما متهمين من المصنعين، ودايما الصورة الاستيراد بيغرق البلد والصناعة والتكلفة والاسعار. بل بالعكس، انا بقول لك من خلال شهادة محايدة بيقول لان انا مستورد وتاجر ومصنع. انا بقول المستوردين اكثر الناس المظلومين في الحلقة ديت، بمعنى ان المستوردين محرومين من اي تمويلات بنكية. مفيش حد بيمول الاستيراد وخاصة السلع الرأسمالية. بيقول لك تستورد المواد الغذائية، المواد الطبية، ومستلزمات الانتاج. يبقى اذا الجزء الرئيسي في العملية الاستيرادية وتوفير العملة. يتهمونا ان احنا بنرفع السلع او احنا السبب في رفع السلع. بقول لا، بالعكس، احنا اكثر ناس بنبقى حريصين ان احنا الشحنة اللي بتيجي بنخلص منها عشان في شحنة جاية في الطريق.
وما بنتحكمش، لان اللي مسموح باستيراده ما بيجيبوش مستورد واحد، بيجيبوا العديد والعشرات والمئات من المستوردين. اللي بيتحكم في سعر السلعة هو سعر الدولار، الضرائب، الشحن، النولون. يعني في بعض السلع بيتم استيرادها بيحملوا عليها ضرائب وضرائب جمركية، وضريبة مبيعات بتصل ل 65% من سعر المنتج اللي بيتم استيراده، وده كله بيقيم بسعر الدولار. يعني احنا بندفع جمارك مقيمة بسعر الدولار، بندفع ضريبة المبيعات مقيمة بسعر الدولار، الشحن بسعر الدولار، المنتج بسعر الدولار. فإذا العامل الأساسي اللي هو بيدخل بنسبة كبيرة جدا في التكلفة هو الدولار، والبنوك للأسف الشديد والدولة ما بتوفرنوش، فبنضطر ان احنا نلجأ الى السوق السوداء، عكس جماعة اللي احنا اللي انا بطلق عليهم مجموعة المحتكرين. البلد بتوفر لهم كل حاجة، حتى اللي بيتم استيراده منهم لمستلزمات الانتاج بتاعتهم بيوفروا لهم الدولار بالسعر الرسمي. اذا معنى كده ان بيبقى فيه مثيالين في فتح الاعتمادات وتوفير الدولار لبعض رجال الاعمال وبعض الاطباء. طبعا كل المصانع بيدوها الدولار بالسعر الرسمي، كل حصيله الصادرات بياخدوها المصدرين بيستخدموها بعد كده في استيراد المستلزمات الخاصه بمصانعهم او المادة الخام. يعني مثلا بيصدروا زراعه، بتيجي الحصيله بتاعتهم يقول لك احنا بنشتري بيها بذور من بره، بيستوردوا، فهم ليهم الاولويه في توفير دي ومستلزمات الطبيه والكلام ده كله، دي الدوله عامله له، المواد الغذائيه بكل مشتملاتها، دول ليهم اولويه في توفير الدولار بالعمله العاديه من البنك يعني. لكن كان في بعض الشائعات الفتره السابقه ان الاخوان المسلمين تحكموا في سوق الدولار عن طريق حجب العمله، وده اثر على السوق الاستيرادي، هل هذا حقيقه؟ اغلب الشركات الصرافه المصرح بها رؤوس اموالها من الاخوان المسلمين، وغير الشركات الصرافه اللي هي يعني ده مسمى ليها انها بتشتغل بالطريقه الرسميه، كلهم بيشتغلوا في المضاربه في الدولار، وهم اللي عاملين السوق السوداء، يعني هم دول اساس السوق السوداء. غير كده ان في مجموعات كبيره من الاخوان المسلمين كانت بتشتغل من البيوت، اللي هم بيدوك الفلوس يسلموها لك هنا او تسلمها لهم هنا وتستلميها في اي دوله في العالم، او عايزه تجيب فلوس من بره بيجيبوها لك. وده كان السبب الرئيسي في ان اغلب الاموال اللي كانت بتيجي لتمويل الارهاب كانت بتيجي من خلال شركات الصرافه والناس اللي بتشتغل في البيوت من منازلهم زي ما بيقولوا. فطبعا هم وفي شركات كبيره ومعروفه في السوق دي بيملكها اخوان مسلمين، وكانت حته التحكم في رفع السعر والكلام ده كله كان ليه دور كبير هم ليها في الفتره اللي فاتت. في واحد من الاخوان من كوادر، في شركه اسمها الصباح، في شركه اسمها قباء، في نوران، دي من الشركات الكبيره واللي بتمثل حجم كبير جدا في التداول في السوق. يعني قباء دي مملوكه لواحد اسمه سعيد مالك. سعيد مالك؟ سعيد مالك مالك؟ عمه. في نوران دي واحد من ضمن هيئة المكتب بتاعة حزب الحرية والعدالة، بس أنا مش متذكر اسمه، اسمه معروف ومتداول في السوق. هما يعني ودول ليهم بقى علاقات موجودة ومتشعبة في أكتر من مكان، فليهم دور فعلا للأسف الشديد ما كانش في صالح، ما كانش دور وطني في الفترة السابقة، لأن كل الأموال اللي كانوا بيجيبوها عشان تمويل الإرهاب أو تهريب الأموال اللي كانوا بيتحصلوا عليها في البيزنس اللي كانوا بيعملوه. نتيجة المعوقات اللي مر بيها سوق الاستيراد في الفترة السابقة أحجم عدد من المستوردين عن الاستيراد، وبالتالي قلت عدد الشركات المستوردة. هل ما زال نفس الاحجام موجود ولا اختلف الموضوع بعد انتهاء حكم الرئيس السابق محمد مرسي؟ ده هو موضوع المستوردين والحرب على المستوردين وخاصة صغار المستوردين، ده موجودة مش من قبل محمد مرسي ولا قبل المجلس العسكري ولا قبل الثورة، ده موجودة من قبل قيام ثورة 25 يناير، يعني قصدي ثورة 30، لا ده من أيام رشيد محمد رشيد، وبدأت القرارات الاحتكارية المتفصلة على مجموعة بعينهم كل في مجاله. فلان ده بيحتكر سلع معينة،
سواء صناعية أو استيرادية أو أي نوع من الاستيراد. يعني هتلاقي في قطاعات كبيرة جدا وسلع استراتيجية، مثلا تلاقي الزيت، تلاقي اللحمة، تلاقي الفراخ، تلاقي السكر، تلاقي القمح، ودي أهم سلع بيحتكرها 3 4 شركات، مفيش غيرهم هم اللي بيبقى. يعني لما تيجي تتكلمي في موضوع الزيوت، 100% بيتم استيراده من بره. في شركتين هما شركتين بس، وراس مالهم مش مصر بس، انا مش متذكر هما اللي موجودين في السوق المصري دلوقتي، ارما وصابولا، هما دول اكبر شركتين بيتحكموا في تقريبا 100% من حجم استيراد الزيت واعاده تعبئته وتكريره والكلام ده كله. ما حضرتك احتكار السكر لرجل اعمال؟ هو احدى المحتكرين. لا هو احدى المحتكرين. لا هو انت قصدك بيصنع مش كده؟ هو احدى المحتكرين. من هو؟ ما هو معروف، ما تتسال عليه، ما هو معروف. بس ده محتكر في حاجات كتير جدا مش في السكر بس، يعني ده ما شاء الله ربنا. مين هو احتكارك ايه؟ لا في قطاعات كبيره جدا، في مجالات كتيره هتلاقيه، في كل المجالات هتلاقيه ما شاء الله. يعني ايه؟ مين هو؟ لا انت عارفه ما دام هي قالت عليه فهو عارفاه يعني. فانا بس الحديث ده انا بتكلم بمنتهى الصراحه، حرصا مني على ان البلد في المرحله الجايه، احنا في مرحله خطيره جدا اقتصاديا، احنا بوصف الحاله الاقتصاديه بتاعتنا زي الراجل اللي داخل غرفه الرعايه المركزه واحنا عايزين له جهاز صدمات القلب عشان هو خلاص في النزع الاخير. فاحنا لو منعنا عنه الجهاز دوت هو هينتهي. يعني احنا بالظبط كده المريض اللي موجود في نهايه ايامه او في اللحظات الاخيره من حياته، فلازم بسرعه نجيب جهاز الصدمات ده عشان يبدا ياخد نفسه شويه، مش عشان ياخد نفسه ونبدا نعالجه بعد كده عشان يقف على رجله مره ثانيه. القطاعات اللي موجوده في مصر بالكامل، عشان ما تدخلش في تفاصيل، هتلاقي بالكامل كلها فيها احتكارات. على سبيل المثال، ينفع ان في شركه وحيده في مصر بتصنع وبتستورد وتبيع وبتتاجر منتج معين وبتبيعه ب4 و5 اضعاف السعر المتداول في اي حته في العالم؟